السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبانا مولاي هو مختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلو للبوس والنقم وبات إيوانكيس راوه ومنصدئون كشم أصحابك را غير ملتائم. والنار خامدة الأوفاس من أسفي عليه والنهر في العين من سدمي. وساء سواتا غلط بهيرتها ورد واردها بالماء ما بالنار من غرم. والجن تهتف والأنوار سطيعات والحق يظهر من ونوى من كلم. أم وصم فإيلان البشائر لام تسمع وبارقة إنذار لم تشمي. من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم الموج لم يقم. وبعد ما عينوا في الأفق من شهب منقلة وفق ما في الأرض من صنم. حتى غدا أن طريق الوهي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم. كأنهم مربى أبطال.
كأنهم هربان أبطال أبرهتين أو أسكر بالهسى من راحته رومي نبذا به بعد تسبيهم ببطنهما نبذ الموسى به من أهشاء ملتقمين جاءت لدواته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سترات ستر لما كتبان فروها من بدي الخط في اللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيها روى في ظل الهجر همي أقسمت بالقمر المشاق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم. സബ് ജൂനിയർ മലയാളം വായനാ മത്സരം വേദി നാലിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.